بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر الله. احنا توا داخلين مش نصلي في الروضة النبوية الشريفة. هذا الباب اللي دخلنا منه هذا باب النساء، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هذه سبحان الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. هذه اللي تراو فيها هذه تتسمى دكة الأغوات. الحمد لله عندي قداش المرليفات، كي جيت في مارس ما نجمش ندخل للروضة. هذه المرة هذه أكرمنا ربي مع وكالة أسفار آية ترابل. بالنسبة للمحراب هذا اللي تراو فيه هذا مغطي بالكتب متاع القرآن، هذا يتسمى محراب التهجد. ولهنا وراء المحراب هذا بالذات محراب تهجد السيدة فاطمة، لأنه خلف الجدار هذا خلف الشبك النحاسي موجودة غرفة السيدة فاطمة، بعدها بالضبط فما غرفة السيدة عائشة وين مدفون تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحدود، الحدود اللي تروفهم هذوما العواميد هذم اللي تروفهم هما حد المسجد اللي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى للهجرة. اللي مقابلنا تراو فيه هو محراب الرسول صلى الله عليه وسلم، بجنبه الاسطوانة المخلقة، وفما الاسطوانات اللي تراو فيهم هذم كما هذه تتسمى اسطوانة الوفود، بعدها فما اسطوانة الحرس، وبعدها فما أخرى اسطوانة السرير. بالنسبة لاسطوانة السرير اللي تراو فيها معناها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحط فيها السرير متاعه ويتكى الغادي. بالنسبة لاسطوانة الحرس كان الحرس متاع الرسول صلى الله عليه وسلم يحرسه حتى لين هبطت الآية والله يعصمك من الناس. واسطوانة الوفود كانوا الوفود يجي يستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وين العمود هذاك. هذا اللي تراو فيه هو المحراب من العهد المملوكي اللي هو اهداه الناصر اشرف قايت باي في العهد المملوكي تقريبا عام 600 عام 887 للهجرة تقريبا. هذه تسمى المكبرية وين كان يأذن سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. هذه هي الروضة النبوية الشريفة، هذا المكان الطاهر، هذه هي القطعة من الجنة. برشا مشاعر، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. المكان هذا هو قطعة من الجنة، إن شاء الله ربي يرزقكم الزيارة متاعها. الديركت متاعنا باش يكون قصير لأنه باش نصلي ما تيسر لهنا. والحمد لله الحمد لله الحمد لله على نعمة الإسلام، وبارك الله في الناس الكل وبرتجيه بربي برتجيه. لحظات لحظات ممتازة جدا، لحظات روحانية، لحظات يعني كل إنسان يتمنى باش يشوف روحه فيها لهنا. إن شاء الله ربي يرزقكم الزيارة وبارك الله فيكم الناس الكل. السلام عليكم.